قليلة كانت كلماته، لكن وقعها كان أمضى من حد سيف قطع سيرته في العمل الدبلوماسي بعد إطلاقه مواقف عدائية تجاه دول الخليج. الكلمات أثارت زوبعة دبلوماسية كادت أن تطيح بما بقي من علاقات جيدة بين لبنان ومحيطه العربي، لولا أن وهبي لم يقدم اعتذارا بمستوى الإعفاء من مهامه. سبق أن أصدرت بيانين توضيحيين في شأن هذا الحديث، وقد تشرفت صباح اليوم بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، وقدمت إليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال. الهدوء الذي رافق التنحي تزامن مع حركة تضامنية ضجت بها خيمة أقامها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في بيته، حيث استقبل ضيوفه وراعى تقاليد بلاده وأعرافها. المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تمس فيما يعني يضر بأي إنسان بالمكون الإنساني، وأأمل أنه لا ننساق وراء هذه الأكاذيب والإشاعات. إلى الخيمة وصل مسؤولون وسياسيون كثر، أكدوا مجددا رفضهم للمواقف المسيئة التي وردت على لسان وهبي. الإعفاء خطوة كان لابد منها، هل سيتم احتواء الموقف الدبلوماسي الذي يعني صدر عن لبنان؟ آمل ذلك، إنما في الحقيقة أنا أشك، لأننا نتدحرج من أزمة إلى أخرى. تنحي وهبي طوعا على ما يبدو قد يساعد في تطويق تداعيات العاصفة الدبلوماسية التي خلفتها مواقفه المسيئة للدول العربية، لكن تنحي من عمل مستشارا للشؤون الدبلوماسية لرئيس الجمهورية ميشيل عون قد لا يزيل آثار هذه السقطة السياسية والأخلاقية من سجل عون وتياره بعد تكرار مسؤوليه مواقف تسيء لدول عربية ولا تراعي حسن العلاقات معها. بعد الموافقة على التنحي وقع رئيس الجمهورية ميشيل عون مرسوما عين فيه وزيرة الدفاع زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة. يبقى أن يرصد في بيروت أي تبدل قد يطرأ على مواقف لبنان وسياساته الخارجية بعد التسلم والتسليم. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.